شيء له علاقه بوظيفه الاوعيه. فهلا بدنا نحاول يعني نختصرها بهدول الثلاث تقسيمات: توسع الشعريه، اختلالات الوعائيه الوظيفيه، والتهابات الوعيه. هلا توسع الشعريات يعني شو؟ يعني نحن عم نشوف وعاء شعري المفروض ما يكون ظاهر علانيا، عم نشوفه ثابت الظاهر عبر الجسم. فممكن يكون شريط او مريض او الشعريات الدمويه بنشوفها عبر البشره، هي بتكون موجوده بالادمه، لونها احمر طبعا وثابته ما بتروح وبترجع. هلا فينا نقسمها لقسمين، قسم بدئي يعني ما في سبب عمل توسع الشعريات، هي انه بسياق مرض وراثي او بدون سبب معين يعني، وفي شيء ثانوي في سبب عمل هالتوسع الشعريات، ممكن يكون هالسبب خارج النشا او داخل النشا. هلا توسع الشعريات اللي قلنا هو بيكون بسياق امراض وراثيه، في امراض وراثيه من احد مكوناتها بتكون كميه كبيره من توسع الشعريات. هي المتلازمه اسمها متلازمه بلوش. فيها توسع شعريات وحساسية ضيائية وفيها يعني تظاهرات ثانية بالصوت بشكل الحنك بالسحنة الخاصة كمان العلاقة. هي من ميزاتها انه في توسع في حساسية ضيائية وفي توسع شعريات بتكون على الوجه. بس انا مشان تشوفوا منظر توسع الشعريات البدئي يعني هي نقط حمر ما بتزول بالضبط. سببه انه في وعاء صار ظاهر عيانيا بالادمه. هي متلازمه ثانيه اسمها رتمه تومسون بيكون فيها تبكل جلد اللي هو اضطراب تصبغ مع نقص او زياده مع توسع شعريات، وبيكون هذا المنظر هو اللي بيظهر لنا. دكتوره ممكن تطفي الضوء؟ وين نزلت؟ لا هون. هادشي؟ هي وضحوا؟ شفتوا هون في خلل بالصباغ وتوسع شعريات، كمان مرض وراثي وكمان في حساسيه ضيائيه. هذا غير توسع الشعريات، بيكون في توسع شعريات الاغشيه المتغطيه ممكن على الصيام، كمان شايفين انتم توسع الشعريات. ماشي، حدا عنده اسئله لهون؟ هي توسع شعريات بدئي، ما في سبب عمل لتوسع الشعريات، هو مرض وراثي من ضمن المتلازمه في توسع شعريات. هاي هذا اسمه عنكبوت وعائي. هذا كمان بيعتبروه بدئي لانه ما في سبب عمله، هو شغله شائعه كثير. الميزه تبعه انه هو توسع شعري بالمركز يتوسع باتجاه المحيط. اذا ضغطنا على المركز، اذا ضغطنا هون بيروحوا الاوعيه، بيروح المنظر المحيط. عرفتوا كيف؟ يعني هو في وعاء له تفرعات، لما بنضغط على الوعاء الرئيسي بنحرم التفرعات من الدم بتقوم بتغيب. فهيك اسمه عنكبوت وعائي، ضغط المركز بيروح التفرعات، نعرفه بهالعلامه، نضغط على المركز ما بنروح فيه تفرعات. هلا توسع الشعريات الثانوي لانه بيكون في سبب عمل هالتوسع الشعريات، ممكن يكون خارج المنشا، يعني شيء يعني دواء او اشعه او شيء عمل هالتوسع الشعريات. هلا اللي بدي اقوله مشان قصه سبب توسع الشعريات غالبا بيكون في نقص بالنسيج الضام المحيط بالاوعيه. فبتقوم ما بيعود في نسيج داعم للاوعيه كثير، بتقوم تتوسع فبنشوفها. فهلا كل شيء بياثر على النسيج الضام بياذيه ممكن يعمل يسبب توسع شعريات. فمن ضمن الاسباب المعالجه بالاشعه، المعالجه الشعاعيه. هلا هي توسع شعريات وبيصير بسياق التهاب الجلد الشعاعي او التعرض للاشعه العلاجيه بالاورام. هي توسع شعريات بسياق التهاب الجلد الشعاعي بمعالجه لسرطان الرئه. وهون كمان توسع شعريات شايفينه ما واضحين كيف شعريات ظاهره واضحه بسياق معالجة لسرطان الثدي، وهي بسياق معالجة لسرطان الثدي. هلا بالأسباب الثانية هي المعالجة بالاستيرويدات الموضعية، كمان لأنه بتعمل ضمور بالجلد وبالأدمة، فبتخلي الشعريات تبقى واضحة. هي صورة لقدم كانت طبيعية، بعدين تعالجت لفترة طويلة بالاستيرويدات الحرارية،
الموضعيه فعملت تموجن وتوسع شعبيه، وهون عم بيوضحكم التطور يعني اذيه الجلد بسبب المعالجه المريضه بالسيرويدات الموضعيه. مشان هيك احنا في فتره محدده للعلاج بالسيرويدات الموضعيه، لانه اكثر من هيك تعمل هيك تغييرات جلديه، موجن وفزر وتوسع شعبيه. هي هلا كمان التعرض للاشعه فوق البنفسجيه للشمس كمان بيأثر على النسيج الضام، بيضعف النسيج المرن بالنسيج الضام، فبتصير الأدمة رخوة. بقى كمان بنلاحظ توسع شعريات بالجلد المتأذي ضيائيا عند اللي بيشتغلوا بأعمال فيها تعرض طويل للأشعة فوق البنفسجية مثل البحارة المزارعين. فإنه من ضمن علامات الجلد المتأذي ضيائيا هو توسع الشعر. هلا داخل المنشا هو انه في سبب، بس هو غالبا مرض جهازي موجود عند الشخص عمل له هالتوسع الشعريات. اهم مثال لتوسع الشعريات الثانوي داخل المنشا هو شو هي؟ شو هو؟ لا قدام هون لا ايه في حدا قال صلابي، هي صلابي جهازية تمام. هاي العلامة تبع المحفظة هلا بنشوفها بالأمراض النسيج الضام، إنه هاي الخطوط الخارجية على الشفتين هاي من علامة، الأنف المدببة هاي من علامة، الجلد اللي غابت فيه التجاعيد من علامات الصلابة. هلا اللي هون يعني العلامة الواضحة هي التوسع الشعريات بالصلابة كثير شائع، هي من معايير كريست، هي فيها هاي كريست فيها فيها توسع شعريات. هلا هذا المنظر بنشوفه وين؟ تمام، بالطية الظفرية الدانية بنفحص الجلد بمنظار الجلد بسموه تنظيف شعريات. فهذا المنظر طبيعي لما ما في شيء، لما ببلش توسع الأوعية بصير يتوسع هدول بصيروا معوجين، بعدين يزيد التعرج بصير في تليف محيط بالآفي، هذا الآلية التليفية اللي بتصير بالصلابة اللي رح نحكي عنها بصلابة الجلد. بعدين بصيروا الأوعية متوسعة جدا، فهي توسع شعريات بمنظار الجلد بالطية الظفرية الدانية عند مريض صلابة جهازية، هي من الأسباب الثانوية لتوسع الشعريات. هلا هي العلامة الأخيرة هي علامة إنذار سيء بسموها دروب أوت، يعني غاب اللعاب. لما بصير في تليف شديد بيطمس كل الاجهزه الشعريه اللي كل الاوعيه الموجوده تمام. هاي كمان توسع شعريات بسياق شو التهاب جلد وعظام. هذا المنظر تبع الجليده المتشققه بسموه، بس انا عم ورجيكم اياه مشان نشوف توسع الشعريات بسياق التهاب جلد وعظام. طيب هاي توسع الشعريات خلصنا. هلا الاعتلالات الوعائية الغدودية، يعني هو خلل بوظيفة الوعاء بحساسيته للبرد أو للحرارة بيخلي يظهر له مظهر على جلد مختلف. هلا أهم وأكثر شيء أنتم بتنسألوا عنه وبتتعرضوا له هم ظاهرة رينا ورائينا، وهلا حنحكي عنهم بالتفصيل. زراق الأطراف، التزلق الشبكي، احمرار الأطراف المهنة، ومتلازمة القدم الحارقة. هلا دارينو بتعرفوه هو شو؟ هو نقص تغذية نوبي كرد فعل للبرد. شو بيصير بهاي النوبة؟ شوفوا الفريقة بترجع تصير تحمر تبين. تمام، هو في تقبض وعائي عم بيعمل شحوب أول شيء، بعدين تزرق، بعدين تحمر. بدنا الثلاثة لنشخص فينو، ما بيكفي زر قبس أنا بتصير زراق أطراف. هلا التفريق بين ظاهرة رينو وغائرينو هن أول شيء بالتسمية. ظاهرة رينو هي مظهر من مظاهر الأمراض المناعية الذاتية أو أمراض ثانية كثير هلا بنحكي عنها. غائرينو مرض مستقل ما معه شيء ثاني، ما معه لا مسبب ولا شيء. فهي بالتسمية الرئيسية. غائرينو سليم، ما في تقرحات، ما في غياب سلامي، تراجع سلاميات،
ما في ترافق مع امراض ثانيه، فانذاره عاده جيد، ما بياثر على شيء غير انه هو بس تغير نومي عند التعرض للبرد. ما بنشوف شيء بتنظير الشعريات، ما بيكون عندهم توسع شعريات. فبيكون غالبا هذا داء رينو اللي هو مستقل الانذار جيد عند الاناث المراهقات الشابات يعني بعمر اقل من 25 سنه. وغالبا في قصه عدم تحرك للبرد، وبفحص الشعريات بتكون الاوعيه طبيعيه، ما في توسع ابدا ولا صلابه ولا شيء. هلا ظاهرة رينو نفس التغير الثلاثي اللوني نفسه، بس القصة انه هو عكس هذا، هي ترافق بتقرحات، ممكن يكون ندبات وتنفرات بجذور الاصابع، ممكن يعمل تلاته ثلاثيات، ممكن يشوف توسع شعريات بالطريقة الظهرية الثانية، وغالبا انذاره اسوأ لانه بيترافق مع امراض جهازية انذاره اسوأ. ف وغالبا اكثر شيء هو بيترافق مع كل الامراض المناعية الذاتية، بس اكثر شيء مع الصلابي. فانه بصير علامه انذار اسوء لانه في مرض جهازي ثاني بدنا نهتم فيه. هلا مو بس الامراض المناعه الذاتيه، امراض الاوعيه ممكن تعمل رينو، امراض عصبيه، في ادويه قصه طويله كمان ممكن تعمل ظاهره رينو، بصير اسمها هي ظاهره رينو مو داء رينو. هي التغير الالوان هو تغير واضح وصارخ، اصفر شاحب كثير، هي مثل هي الالوان، اصفر ازرق احمر، بعدين تغير معهم هلا هن مصورين الاصفر والازرق. بعدين التبيض انه بيحمروا كلهم كل الاصابع. هلا المعالجه اول شيء بدنا نعرف اذا هي ظاهره رينو او داء رينو. اذا بس داء رينو فهي انه شيء حمايه من البرد، ممكن نستخدم حاصلات تقنيه الكبس. هلا اذا في داء ظاهره رينو بدنا نعالج المرض الاساسي اللي عمل القصه، وكمان بتفيد هذول الخطوط حاصلات تقنيه الكبس سدي نفيل والسد الأوعية بيعطوه بالحالات كثير شديدة وريدة. السدي نفيل شو هو؟ يعني هو موسع وعائي، فيستخدم بالأمراض اللي فيها كثير تقبل يعني. هلا خلصنا أداء الظاهرة فينو، وخلوها بذهنكم لأنه لسه بدنا نحكي عنها لما بدنا نحكي بأمراض المناعة الذاتية. زراعة الأطراف هذول اللي بيزرقوا إيديهم يعني من البرد، غالبا اليدين، ممكن احيانا القدمين، هو زرقاء غير متجانسه يعني مو شرط كل الايد تصير زرقاء، بتبقى مبلعه. هلا بنشوف الصور غالبا بصير البالغين، وسببه تخبط الشريانات وتوسع بالضفيره الوريديه. هلا انذاره غالبا جيد الا اذا كان في سبب يعني جدي، ما في شيء كثير بيفيد بهي القصه، بس هي زراخ الاطراف، هي شائعه يعني بتكونوا شايفينه هون. شوفوا كيف غير متجانس، يعني في محلات الجلد لونه فيها طبيعي والباقي مزرق. في ناس بتشوفوا بس انه اظافيره مزرقه. هي عند ناس بس مع امراض جهازيه الزرقاء كمان غير متجانس اللون، بس لو شوفوا كيف مزرق غير متجانس. هلا المرض الثالث من الاضطرابات الوظيفيه بالاوعيه هو التزرق الشبكي. هلا بتعرفوا شو هو التزرق الشبكي؟ هو بصير منظر مثل الشبكه ومزرق، على غالبا بيكون على الساقين، بس ممكن نشوفه باماكن ثانيه. هلا سبب هذا المنظر الشبكي يعني هي شغله شوي مميزه عن اللي حكينا عنه قبل، انه هي اصابه بالاوعيه المتوسطه. ممكن يكون سببه التهابي او ركودي، يعني ممكن يكون نشوف التزرق الشبكي بالتهابات الاوعيه، ممكن نشوفه لما بيكون في زياده بنضوجه الدم تعمل ركوده بمنطقه الشرايين، وبصير بقابلها توسع بالمنطقه الوريديه، فهي اللي بتعطي نقيه للشبكه، المناطق اللي بيكون فيها الاورده بيعطي الازرق، والمناطق اللي بتغذيها الشرينات بتشحن، فبيعطي منظر مثل الشبكه. تمام، هي علامه مرض شريان منتشر وغالبا بالاوعيه المتوسطه او زياده بالدم. ممكن نلاحظ بهذا التزرق الشبكي
التقرح بالاماكن الغامقه. ممكن نشوف التقرح بالاماكن الغامقه. له اربع انماط. هلا بس انا هي بالبي دي اف اللي راح اعطيكم اياها، هي في خلل بالعنوان. تزلق الشبكي مكتوب عليه عنوانه احمرار الاطراف المؤلم، واحمرار الاطراف المؤلم مو مكتوب عليه عنوان، بس حطوا عنوانه التزلق الشبكي لهدول لهذا الكلام، وحطوا عنوان الاحمرار الاطراف المؤلم عنوانه. فهذول انواع في فيزيولوجي بصير عند الولدان اول ما بيولدوا وبيتراجع فيها، ممكن يصير بعدين. التزلق الخلقي هو بنشوفه عند الولدان، ممكن يضل سابق او يتراجع عليه. هلا ما بيهمني كثير تعرفوا تفصيلات، بس انه له هالاربع انماط. في مكتسب ثانوي، هذا اللي بيهمنا، اللي هو ممكن يكون سببه التهاب اوعيه او زياده بذوره الدم. وفي مجهول اللي ما له اسباب. هاي الاسباب اللي ممكن تعرفوا فيها التهاب، هذا التزلق الشبكي. يعني هي أذية بالشريانات المتوسطة وتوسع بالوريدات المقاولة. هذا المنظر اللي نشوفه. هاي المنطقة اللي بتغذيها الشريانات بتكون شاحنة، والمنطقة اللي بتغذيها اللي تأخذ منها الوريدات موجودة بتكون متوسعة فبتعطي هذا اللون الأزرق. ضبطت؟ خيرتوك زرق الشبكي؟ كمان منظر هون الاماكن اللي عم تعطي التوعيه تبعها شحبه، اماكن الاورده غلت، فنحن بنشوف هي الشبكه الزرقاء. تمام، هي المنظر عند المرضى، يعني انه شبكه فيها شحوب بالمركز وازرق. هي هيك المنظر. وفي شيء بسموها هي اللي بيدو راسموزا، هي كمان تزرق شبكي، بس إنه ما بتكون الشبكة كمان. هو شفتوها كمان شبكي. هي مشان نحكي عن الأسباب، إنه في زيادة بالذات أو التهاب بالشريان. طيب هاي تزرق الشبكي. هلا هو تزرق الشبكي ممكن يعني بس إنه نحط بذهننا إنه هو علامة من علامات التهاب الشرايين المتوسطة. هلا حنحكي عن التهابات الأوعية فرح تعرفوا شو التناصر. احمرار الأطراف المؤلم هو هلا ححاول أسرع لأنه شكلنا هيك ما حنخلص كل شيء. احمرار الأطراف المؤلم هو متلازمة بصير فيها نوع من احمرار وألم بالأطراف مثل الاسم يعني نفسه. المشكلة غالبا عصبية. في إلى حالتين، في حالة وراثية بتبلش بأعمار الأطفال، وفي حالة ثانوية بتصير إشارة لمرض جهازي، غالبا أمراض النقل التكاثرية يعني أمراض الدم. هلا المعالجة هو مرض وراثي منه مزعج، الأطراف بتصير حمراء مؤلمة جدا، هو بألم مبرح، بصيروا المرضى دائما حاطين من أطرافهم بطشت مي باردة مشان يخفف الألم يعني، وهذا بيعمل تقرحات وإنتانات ثانوية وهالقصص. اللي بنقدر نقدمه هو ممكن نعطي أسبرين لما بيكون السبب ثانوي. وهي صور هي الإحمرار، هي الإحمرار لامع متوهج، وهون التقرحات أحيانا بتظهر لما بصيروا كثير عم بيحطوا أطراف بمي باردة. عن نسيج الكولون. ايه هلا هذا نوبي، يعني هذا بيجي بنوب وغالبا متناظر بالطرفين السفليين. هلا اذا بدك تشوفيه للوهله الاولى هو بيشبهه كثير، احمرار وتوزم والم والتهاب الهلل نفس الشيء، بس هذا بتكون قصه حاده اول مره بيصير معه، وغالبا وحيده الجانب يعني مو على الطرفين. هلا لما هيك بدنا نحكي عن تشخيص تفريغي كمان التهاب حمراء الوريد الخصري كمان ممكن يكون احد الاسباب اللي بتعمل هيك وزنه واحمرار والم، كمان بدنا نميزها. يعني هذا غير احمرار الدم كمان بيعمل لك احمرار الاطراف؟ لا هذا اسمه احمرار اطراف مؤلم، هيك اسمه اريثرو مايالجيا. شغلة عصبية بتأثر على وظيفة الأوعية، مو نحن نسميهم اضطرابات وظيفية، بتخليها متوسعة دائماً
وفي شيء بالنواقل العصبية بيعطيها الإحساس الألم. هذا التوسع بيخليها حمراء، فإنه هي بتحمر وبيروح الإحمرار بس بيرافقه ألم كتير شديد يعني. ف ونوبي يعني غير هذيك إحماق الهلل، حالة حادة بطرف واحد محدد بس يعني ما ممكن. هلا متلازمة القدم الحالقة هي الشيء اللي بنشوفه لما بصير في اختلال اعصاب محيطي، اي شيء بيعمل اختلال اعصاب محيطي بيعمل هالاحساس، بيحسوا انه عم تحرقوا، في خلل بالتعرق كمان، بيضطروا دائما يطلعوا رجليهم برا الحام، بتصيب اواسط العمر وسكر على راس القائمه، كل شيء ممكن يعمل اختلال اعصاب، مرض كلوي مزمن، عوارض كلويه خصوصاً بيطلع الشيء كله. هاي متلازمة القدم الحارقة ما بيكون في شيء بالجلد بس حس حرق بالقدمين. التهابات الأوعية بقى هلأ بنحكي عنها. هلأ كانوا يصنفوا بطريقة هلأ تغيروا، صاروا يصنفوا حسب عدة شغلات، قطر الوعاء ووجود إصابة جهازية أو عضو وحيد. وبالأوعية الصغيرة الشغلة الثالثة اللي بتهمنا هي معقدات مناعية ولا هدول الأنكر. تمام؟ فصار التصنيف بناء على هالأساس، إذا كان معروف سبب التهاب الأوعية كمان صاروا يضيفوا السبب، يعني إذا كان التهاب أوعية بالجلوبولينات الفرية مع التهاب كبد سي بصير هيك اسمه. يعني هي الإضافة الجديدة. هلا نحن شو بدنا نحكي؟ أول شيء التهابات الأوعية إصابة نسيج واحد أو عدة عضو واحد أو عدة أعضاء. اللي بيهمونا من اللي عضو واحد هو الجلدي، اسمه التهاب الأوعية الصغيرة الجلدي، كان اسمه التهاب الأوعية الكاس الغضروي، هذا نفس المرادف لنفس المرض. هلا اللي متعدد الأجهزة بقى كل التهابات الأوعية اللي بصير معها تظاهرات جلدية بدنا نحكي عنها. هلا في التهاب الاوعيه الصغيره الجلدي والتهاب الاوعيه الشرويه، بس احنا ما حنحكي عن الشروي، بس التهاب الاوعيه الصغيره الجلدي. هلا التهاب الاوعيه متعدد الاعضاء اللي بيصيب الاوعيه الصغيره بدنا نقسمه لقسمين، ناتج عن الانكر او ناتج عن معقدات مناعيه بس. هاي بعدين بس الأوعية المتوسطة مع بعضه والأوعية الكبيرة كمان ما لهم هاي. هذا التصنيف اللي حاليا جديد ومطلوب ويستخدم، حتى غير التسميات يعني هي نقش أونلاين سمعانين فيه مع فرفورية بيلة دموية، فرفورية وبيلة دموية وألم متوسط يمكن وبيلة دموية. هذا هي نقش أونلاين غيروا له اسمه، سموه التهاب الأوعية بالآي جي إيه، هو نموذج لالتهاب الأوعية الصغيرة متعددة الأعضاء اللي مسبب بالمعقدات المناعية IgA مع مستضد موجود بجدر الأوعية بيعمل خلطة. تمام؟ هاي التصنيف مرة ثانية. هلا بدنا نحكي مو إن إحنا قسمناهم إنه أوعية صغيرة ومتوسطة وكبيرة، إنه كيف بدنا نفرق بقياسات الأوعية. فانه الاوعيه الكبيره هي الاوعيه اللي الفروع الرئيسيه الاظهر وتفرعاته الرئيسيه، المتوسطه اللي ورا هاي اللي هي رايحه اخذ الترويه للاعضاء الحشويه اللي بيكون مكوناتها اربع طبقات هلا بنحكي عنهم. هلا الكبيره هي الاظهر وتفرعاته والاولاده طبعا المرافقه للاظهر. المتوسطة اللي إلى أربع طبقات لأخذ التروية للأعضاء الحشوية الرئيسية، بده يكون في أربع طبقات، بطانة، صفيحة مرنة، جدار عضلي وغلاف. الأوعية الصغيرة هي الأوعية اللي ضمن البرانشين تبع الأعضاء كلها يعني. فمشان هيك نحن دائما بالتهابات الأوعية الصغيرة بنلاقي إصابة رئوية وكلوية، لأنه هدول الأوعية الصغيرة موجودين ضمن البرانشين الأنسجة. هلا جلديا شو بنشوف؟ بالتهابات الاوعيه الصغيره بنشوف بقع، فرفريات وممكن حطاطات،
الشبابيه. هلا اللي ساعد قصر المتوسط شو بنشوف؟ تزرق شبكي لانه حكينا عنه. ممكن نشوف احتشاءات او قيدات تخرحات لانه الاوعيه المتوسطه اعمق، فالمظاهر تبعها حتكون اعمق من الاوعيه الصغيره اللي موجوده ضمن الجلد يعني. طيب هي الفرق، هي اوعيه متوسطه في شيء بيشبه التزرق الشبكي، هي فرفوريات صغيره بالتهاب اوعيه صغيره، هي التهاب اوعيه متوسطه. هلا جهازيا التهابات الاوعيه لانه هو مرض جهازي ممكن يعني ممكن وارد يترافق مع امراض اعراض جهازيه كثير مفصليه رئويه كلويه بطن يعني هضميه براز مدمى كلهم كل الاعضاء ممكن تنصاب وبيترافق قبل وخلال ظهور الاعراض باعراض عامه دنيويه حراره وهم نقص وزن تعب كل هالقصص. هلا لانهم امراض جهازيه بدنا نلحق كل التغيرات اللي ممكن تصير، كل الاعضاء اللي ممكن تنصاب، فمطلوب منا نعمل تحليل بول، مطلوب منا نعمل حمائل كبد، مطلوب منا نبحث عن اسباب التهاب الاوعيه، ممكن يكون منه التهابات كبديه او امراض انثانيه. فهذا بيعطيكم ملخص يعني شو لازم نعمل اذا شكينا بالتهاب اوعيه. ما فينا نحكي هلا التصنيف رجعنا حكينا التهاب الاوعيه الصغيره هاد الجلدي والشروي حنحكي عنهم بالترتيب بس انتم يعني حفظتوا التهاب اوعيه صغيره جلدي هذا الكاس المغذي وهذا اللي وحيد العضو هذا ما في اعضاء ثانيه صار معه كمان التهاب الاوعيه الشروي. التهاب الاوعيه متعدد الاعضاء هو اللي قسمنا صغيره ومتوسطه وكبيرة. الصغيرة مقسوم بالمعقدات المناعية وبالأنثى إيجابية الأنثى، متوسطة بس مرضين والكبيرة بس مرضين. نحن حنحكي بس على واحد منهم. ممكن سؤال؟ إيه. تزرق الشبكي بنشوفه بالشرايينات المتوسطة ولا بالشرايين المتوسطة؟ الشرايين القياسة متوسطة. تمام يعني شرايين يعني مو شرايينات، انا الشرايينات بدها تكون مظبوطه، الشرايين المتوسطه. دكتوره التزرق الشبكي شو بيفرق عن حمام الاصطلاء؟ بالشكل ممكن يتشابهوا بس حمام الاصطلاء غالبا تصبغ بالجلد مو وعائي، اما التزرق الشبكي وعائي هو الازرق يعني ازرق هو مثل ما قلنا انه اورده متوسعه بالمنظر بيشبه بعضهم وبيدخلوا كثير بتشخيص تخريطي بس غالبا حمام الاصطلاء في قصه تعرض ومحدوده بس بمكان التعرض اما هذاك بيكون اكثر متناظر اكثر ومنتشر اكثر. تمام بس بيدخلوا كثير يعني بده يكون عين فاحصه منيح حدا عنده اسئله ثانيه؟ دكتوره هلا التزرق الشبكي مو فينا نقول انه هو شحوب كل الجلد والاورده بينت؟ ايه هيك فيك انا هذا اللي بدي اوصله لانه كلنا بنعتبره هيك لوحه سرياليه يعني التزرق الشبكي هو لا هو الاورده متوسعه والشريانات متقبضه فشحب المركز ودمت الخشب. تمام؟ هلا بدنا نحكي عن باختصار طبعا التهاب الاوعيه الصغيره الجلدي ما في اعضاء ثانيه مصابه بس الجلد ما بنخاف من الاصابه الكلويه ما بنخاف من يعني اصابات جهازيه مرافقه الاعراض هي اعراض التهاب اوعيه صغيره فبنشوف فرفوريات فويصلات ممكن فقاعات شو كمان غالبا السبب يعني في مسبب لهالالتهاب غالبا دوائي ممكن اشياء ثانيه اخماج او فيروسات المعقد المناعي هون هو اي جي ام مو اي جي اي مثل الصفوفية في برشلونة هاي او هي الاسباب المؤكدة منفية غالبا بتراجع خلال عدة اسابيع ممكن ستة او ثمان اسابيع ممكن يترافق مع اعراض عامة وهن تعب الام مفصلية بس ما في اصابات ما في شيء جهازي ما بيشتكي من شيء الطبيب غير من هي البقع اللي ظاهره تطلع بالاماكن اللي ركودتها عاليه مثل الطرفين السفليين بشكل رئيسي يعني.
هي قلنا عن مخلط وزمرات. هي صرصورية مسوسة. هلا أهم شيء بالتهابات الأوعية إنه الصرصورية مسوسة. ما أنا بس صرصورية. ليش مسوسة؟ لأنه في التهاب وعائي مرافق عم يعمل ارتشاح وارتفاع بالآخر. هي مو بس نزف، هي في نزف والتهاب. فالصرصورية المسوسة هي من صفات التهابات الأوعية الصغيرة عموما. بنشوفها بالتهاب الأوعية الصغيرة الجلدي وبنشوفها بالتهاب الأوعية بالآي جي إيه. هلا تدبيره بما انه ما في ما لنا خايفين من الاصابه الجهازيه وهو له تراجع عفوي، فغالبا المعالجه هي راحه مشان قلل هي الرطوبه والالتهاب. وممكن احيانا اذا حسينا المرض ازمن او كان شوي اشد او مزعج للمريض نعطي استيرويدات جهازيه كورتيزين او مخبطات مناعه، القصه هذول كثير بغيروا فيهم. يعني كان اول شيء الخط الاول دارس وصار استيرويدات جهازيه، اجوا حطوا الكورتيزين. اهم شيء انتم بس عرفوا انه الراحه ورفع الطرف ممكن جدا، واذا عرفنا انه السبب دوائي او هيك نمنع السبب بتكون كافيه لتراجع الافه وما بدها اكثر من هيك. هي الفرفوريه المرسوسه المصريه تبع التهاب الاوعيه الصغيره الجلديه. كل تشريح المرضي هي علامات التهاب أوعية الجدار الوعاء بيكون متسخن وفي حوله رشاحة، ممكن أحيانا نشوفه حتى يعني في خسرة من الوعاء. كمان هي المنظر ممكن أحيانا نشوف أحيانا هي فرفورية مسوسة حويصة الأطباء. هي الأسباب الأدوية اللي ممكن تكون إلى دور بالتهاب الأوعية صغيرة جدا. هلا خلصنا ما حنحكي عن التهاب الأوعية الشروي، بس هو شكل من التهاب الأوعية وحيد الغرض انه كمان ما في إصابة أعضاء جهازية. هلا التهاب الأوعية اللي أكثر من عضو مصاب في مثل ما قلنا قسمين، قسم هو من معقدات المناعية وهذا مثاله، التهاب الأوعية بالآي جي إيه أو بالمفصل. تعرفوا قلتوا لي هلا ممكن التهاب مفاصل، آلام بطنية، إصابة كلوية ممكن تكون شديدة ومهددة للحياة. غالبا بصير بعد إنتان بالعقديات عند أطفال بعمر بين 4 و6 سنوات. أهم شيء معايير التشخيص هي اللي آخر شيء يعني لقيته. فرفورية مسوسة يعني أهم شيء بدنا نشوف فرفورية مسوسة مع واحدة من هدول، ألم بطني معمم، فجأة نسجية تظهر ترسب اي جي اي بالكلية أو بالجلد، ألم مفصلي حاد أو التهاب مفصلي حاد، إصابة كلوية بشكل بلا دموية أو بلا بروتين. عادة كمان تراجع عفوي، الخطر بس من الإصابة الكلوية، ممكن نضطر نعطي استيرويدات جهازية إذا في إصابة كلوية، إذا ما كانت في إصابة كلوية تراجع عفوي. وما في داعي للمعالجه، بس اهم شيء بدنا نطلب لهم هدول انه تحليل بول لنطمن انه ما في اصابه كلويه، وممكن تحليل براز اذا في دم خفي او قصص. المنظر نفس التهاب اوعيه صغيره، بدنا نشوف فرفوريات مرسوسه او حويصه احيانا. هلا خلصنا المثال تبع التهاب اوعيه صغيره بالمعقدات هلا التهاب أوعية صغيرة بإيجابي الأنكة. هلا الأنكة هي شو؟ أضاد سيتوبلازما العبيلات حمالية. تمام، هي أضاد سيتوبلازما العبيلات. هي الأضاد شو بتعمل؟ بتخرب العبيلات. بتقوم العبيلات فيها مواد حالة كثير. بس تتخرب هي العبيلة بتطرح المواد اللي موجودة فيها محلها، بيقوم بيتأذى الوعاء. فهي آليات التهاب الأوعية هون، إنه هو العدلات تأذت كبت مادة بتحرق الأوعية. هي الآلية يعني، مشان هيك إنه نحن بدنا نلاقي إيجابية شيء من الأضداد بي أنكا أو سي أنكا بهدول الالتهابات الأوعية. هلا هذا أول واحد، أول مثال التهاب الأوعية العبيد المجهري. هي كلها على التصنيف الجديد يعني. هو التهاب أوعية نخري بيصيب الأوعية الصغيرة وغالبا بيصيب الرئه والكلية. هلا اللي حنشوفه يعني كل التهابات الاوعيه الصغيره ممكن تصيب الرئه والكلية، خصوصا هذول المعقدات
المناعيه تمام. مو المعقدات، الانفع ايجابيه الانفع. هلا بهذا الالتهاب الاوعيه البي انت هو الايجابي، هذا مرض بصيب المسنين، والتشريح المرضي هو نفذ وعائي قطعي مع انسلال عضلات ووحدات وتكسر. طيب في اعراض بنيويه. هلا اهم شيء بهذا المرض هو التهاب الكليه اللي ممكن يكون قابل يعني، ف وكمان الاصابه الرئويه قلنا احنا انه بصير الكليه وبصير الرئتين ممكن يعمل انسلال اعصاب. هلا بنشوف في فضفضيه مسوسه، قرحات فضويه، افاق نخليه بالافاق، وممكن احيانا تزلق شبكي لانه هو مو كثير محدود بس بالاوعيه الصغيره، ممكن للمتوسط احيانا. الاصابه الدمويه هي الخطيره، فنحن لازم ننتبه. التهاب اوعيه صغيره، في فضفضيات او قرحات سفليه عند المسنين فوق ال 65 سنه، وفي انت ايجابي لازم نبحث عن اصابه الكليه ونقبلهم يعني اذا في ازمه. فهذا اعتدال الاوعيه العديده المجهري، جلد، رئه وكليه، وممكن احيانا اعصاب او عضلات. هلا هي الثلاث امراض اللي فيهم الانت ايجابي، هذا التهاب الاوعيه العديده المجهري ايجابي في انكا، هذا وابنا هلا هيك مسمينه الداء الفضيلي مع التهاب الاوعيه العديده، هذا ايجابي شو؟ سي انكا. شو اللي بينصابوا؟ بتعرفوا الجيوب، جيوب، رئه، كليه، افات حبيبوميه موجوده بالجيوب، ممكن افات حبيبوميه بالرئتين، كليه، وممكن بالكليه، وطبعا نفس الشيء الطرفين السفليين، افات عنده وابنه بكل الاحتمالات لانه هو صغير ومتوسط، فممكن فرفريات مسوسه، ممكن فقاعات او انسلاط او قيدات، تزلق شبكي، كلهم ممكن نشوفهم لانه هو صغير ومتوسط. تمام. الثلاثي الشهير عنده جلد فئه كيف؟ هاي هون بس مشان انجذاب انف لانه كان في افاق قبيله هي تجويف الانف. هاي هون في احتشاءات صغيره ضمن الفرفوريه، هاي الفرفوريه المسوسه، هاي قرحه وبدايه تزرق شبكي، وممكن مقيدات. طيب هاي الداء الحبيبومي مع التهاب اوعيه. هلا هاي الداء الحبيبومي بالحامضات مع التهاب اوعيه عديد، هذا مين؟ هذا شيرجي ستروس. هذا في حامضات بيشبه واجنر كثير بس في حامضات، وفي ربو، في قصه ربو كمان التهاب. هلا هذا شرد شتراوس بي انكا او سي انكا، تمام. والقصه الاصابه الرئويه هي ربو غالبا، وبنشوف حامضات يعني بالاليه في حامضات، هي فرقوا عن وردة. كمان في اعصاب حبيبوميه، وكمان اوعيه صغيره متوسطه، وشو فضفضية مسوسة أو قيدات على الأطراف. هاي قيدات وفقر المركز. هاي فضفضية مسوسة. يعني بس الحميضات تميزة عن وابنر إنه ممكن بي والربو، وابنر ما في ربو. هون في ربو، في حميضات ممكن نلاقيها بالدفع بالدم، ممكن نلاقيها بالخزعة. يعني لما بناخذ خزعة من الجلد بيطلع التهاب أوعية حبيبومي. يعني في رشاحة حبيبومية وفي غنية بالحميضات. طيب هلا خلصنا الصغيره بالايجابيه الاكثر، هلا صرنا بالمتوسطه. التهاب الشرايين العديد العقل هو مرض، هلا هو كمان بصير صغيره متوسطه بس مصنفينه متوسطه. هلا هو بهمنا انه هو عقد ففي عقيده، فالاصابه
الأوعية المتوسطة هي المصابة بس ما في أذكى سلبي الأذكى مشان ميزوا عن التهاب الشرايين العديد المجهري هذاك إيجابي في أذكى هذا لا سلبي الأذكى أواسط العمر هنا اللي بينصابوا ممكن هلا في إصابة جهازية خطيرة ومهددة للحياة كمان بس ممكن نشوفه جدي مع الوقت من محرضاته التهاب الكبد وهلا القصة بالتشريح المرضي بدنا نشوف الشرايين المتوسطة على حول التهاب العضلات وتظاهرات الجلدية أو غيرها ولأنه عميق مثل ما قلنا هو شرايين متوسطة فتدرج الشبكي من المظاهر يعني جلدي وعضلات وأعصاب ممكن يصابوا وهي لأنه متوسطة الحالات بتصير أكثر فتدرج الشبكي بصير وارد نشوفه أكثر هذا التهاب الشرايين العديد العقد يعني هو بس متوسطة ما بتقوى هذا فان هذا اختصار فان في انه صغيرة متوسطة ايه بس هو بالتصنيف متوسط هذيك مثل ما قلنا تبعون الانكر كمان صغيرة ومتوسطة بس معتبرينه مع الصغيرة هذا معتبرينه مع المتوسطة هذا اكثر الاصابة المتوسطة لانه عقد يعني العقيدات فيها من المظاهر الواضحة فمتوسطة اكثر من صغيرة هلا هذا مشكلته كان إصابة الشرايين الإقليمية بيعمل أمهات دم ف مشان هيك إنه معتبرينه متوسطة إنه هي الأوعية اللي أخذت التنمية للأعضاء مو اللي ضمن الأعضاء نفسها ف هو وكوزاكي بيعملوا أمهات دم هي بتعون الأوعية التهابات الأوعية المتوسطة تمام كما ذاك شو هو اخذينه كمان ما تبع الاطفال سانتريز انفكشن في اعتلال عقد لمفيه في لسان الفريز وفي التهاب شفاه وفي طفح معمى هو له مراحل المرحله الاولى هو هذا المظاهر الجلديه وحراره وما بتستجيب على السيتامول المرحله الثانيه لما بصير بقى التهاب الاوعيه عم يعمل امهات دم اكليليه فهون بتزيد خطورة الجلطات بصير عندهم احتشاء عضلة قلبية وحتى بترتفع عندهم الصفيحات فمشان هيك العلاج الباكر تبع كوازاكي هو اسبرين مع ايمينوغلوبولين وبعدين المرحلة الثالثة تحسن تراجع عفوي بس نحن بدنا نتجاوز مرحلة الخطورة تبع الاحتشاءات بسبب امهات الدم الإكليلية اللي بتصير بسبب التهاب الشرايين المتوسطة تمام في شيء واضح هذا بس المظهر الفموي تبعه بيشبه مرض جلدي ثاني شو هو حمض جلدي بيعمل لسان دفريز فاحيانا بتخرج التشخيص التصنيفي واثنين لهم طفح وحراره عاليه بيصيبوا الاطفال ففي مرحله واحد شوي بيشك بين المرضين نحن اشياء عندنا حمض جلدي يعني كوزات هو اكثر بيوم هاي لسان دفريز هي الشفاه اللي بتحطها وهي الطفح المرافق هلا التهاب الأوعية الكبيرة عندنا مرضين المرض اللي رح نحكي عنه اللي بيعطي إصابة جهازية جلدية هو التهاب الشريان الصدغي بالخلايا العقلية هو بس بصيب الشريان الصدغي هلا في التهاب أوعية كبيرة ثاني هو تكياسه بس هو يعني مرض قلبي بحت فما حنحكي عنه هلا المظهر تبعه هو التهاب الشريان الصدغي فمن جسه بنحسه متورم منتهب اسيان غير ناضج ممكن احيانا هذا الالتهاب يعمل نقص ترويه نقص ترويه ممكن يعمل قرحه بالفروه او ممكن يعمل اذيه بالشبكيه فممكن يسبب عمى وطبعا التظاهره الاولى اللي بتصيب هي صداع شديد وبيصيب المسنين فوق 50 سنه فنحن بنخاف من هذا المرض انه العمل بيسببه انه فورا بيتطلب العمل فلازم نحط ببالنا هذا التشخيص عند مريض مسن فوق الخمسين واذا لقينا انه في جسيا السماكه تبع الشريان الصدري فورا لازم نحط هذا التشخيص ممكن يظهر فورا بالعمل ممكن طب اذا ظهر فورا بالعمل ممكن يكون عمل
هلا انا حاحكي من وجهه نظر جلديه، بتوقع لا، بس بدك تسالي اطباء العينيه، يعني بتوقع انه متى ما صار بتأذي الشبكيه لانه هي نقص تربيه نهائيه، يعني هي الوعاء اللي رايح على تنميه الشبكيه سكر وانتهائي وما له فروع، ولو له فروع ما كان عمل عمل، يعني في هاي الجانب العمل بيكون ولا عمل ممكن بحاجه جانب وممكن ثنائي، هو خطوره انه يكون ثنائي جانب.